بالحلقة الخاصة لشهر الفضيل حنزور مطبخ قريب كتير لمطبخنا، المطبخ الأكثر تنوعاً، المطبخ التركي. رمضان كريم عليكم مشاهدينا، وإن شاء الله بينعاد عليكم بالخير والبركة. من خلال مطبخنا حنقدم لكم أشهى الأطباق لتزين مواقتكم وإفطاراتكم خلال الشهر الفضيل. رمضان كريم شيف. رمضان كريم، كيفك؟ كيف صحتك اليوم؟ اليوم قالوا لي المطبخ تركي. اليوم حنعمل مطبخ تركي. حنبلش أول شيء بشغبة العدس. إزجرن سوب. هي مؤلفة من بصل وجزر وبطاطا مع عدس وبرغل ورز مع بربل موضوع وتشيلي فليكس الحار، الحار. نعنع واكيد ملح بهار. اوكي نبلش؟ يلا نبلش. هناخد البصله. خبروني خبريه عنا لشوربه ازجلن. ايه شو هي الخبريه؟ انه كان في فتاه اسمها زهره. ايه كانت عايشه على حدود التركيه السوريه، فتزوجت. نعم. وغيرت بلدها يعني. راحت صوف تركيا اكثر، فشعرت بالحنين لوطنها ولبلدها، فصارت تعمل هيدي الشوربه وسموها على اسمها. سموها اسمها. انا لازم يعملوا يسموا المجدره على اسمي. بس ايه المجدره المخبوصه. انا سميها المجدره المخبوصه. يا شيف خلص سبق وقلت له للمشاهدين تقولوا لي كل مره تذكرهم يعني. ما فيني كده بضحك لانه كثير بضحك لما جايبيتها. لازم نسأل الشباب اللي أكلوا مجدرة كيف كانت. لا لا هي طعمة طيبة بالآخر. إنه طب خلص إنه الواحد يحط نظر. على الشكل، على الشكل فينا ناكلها ضم مطفي كثير طيبة. إنه على بالليل. طب نبرش البصلة على الببشية، بنولع النار، بنولع الكهرباء مش نار. أكيد مزبوط، لأنه غاز على كهرباء. بس أكيد أنا ما لح استعمل غاز على كهرباء ببيتي، أنا بحب العيون. هلا ما بتعرفي يمكن شي نهار نصير كلنا مجبورين نستعمل كهرباء. وشوية زبدة. يعني مين منا ما بحب المطبخ التركي؟ غني كثير والبهارات. طيب إيه عن جد عندهم الشاورما التركية، داوود باشا. في شاورما التركية وفي اسكندر، شو اسمه؟ اسكندر كباب. اسكندر كباب كثير طيبة، عندهم كثير أشياء بالكباب يعني. أصلا مشهورين هن بالمشاوي بمنطقة خصيصا منطقة الداخل. اسطنبول و مظبوط. وأكيد يعني كل بلاد الحوض البحر المتوسط متأسرة بالمطبخ العثماني التركي. طبيعي لأنه كانوا عنا انتداب والاستعمار. من وراء الانتداب التركي، الاستعمار التركي، فيعني عنا المشاوي تركية، الشاورما تركية، يمكن اللحمة بعجين تركية. ايه كمان يعني في كثير أشياء من عندهم اجت لبلادنا خلال تبادل الحضارات يعني.